تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. رجعنا معكم مستمعينا ومسلمكم دائما مباشرة على أصوات في برنامجكم أصوات الرياضة، ومرحبا بجميع المستمعين اللي انضموا لنا في هذه اللحظات سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. إذن مستمعينا، فكيف ما ذكرت في البداية، فالحديث غادي يكون حول مباراة فريق الرجاء الرياضي ومانيما الكونغولي اللي سالات بواحد مقابل واحد. بطبيعة الحال ما غنناقش بوحدي هذا الموضوع، معنا ضيوف اللي كيأتوا البلاطو اليوم ديال راديو أصوات. كنبغي نرحب بخير الدين الشيوي الإطار التقني، مرحبا بك معنا. مرحبا بك خويا فؤاد، ومرحبا بخويا يوسف، مرحبا بالمستمعين الكرام ديال راديو أصوات. إذن أيضا كنرحبوا بيوسف قطبي الصحفي الرياضي، مرحبا بك معنا. مرحبا أخي فؤاد، مرحبا أخي كذلك فخر الدين وجميع مستمعي راديو أصوات. شكرا. أيضا كنبغي نرحبوا بسيف ديل بلغيتي المخرج اللي كيرافقنا خلال هذه الحلقة هذه. في البداية نبداو بالماتش الرجاء مانيما، نبدأ من عندك يوسف، كيفاش تبعتي هذا الماتش هذا واحد واحد خارج الميدان؟ وصراحة الرجاء الرياضي يعني كانت أمامه فرصة ديال أنه يربح ثلاثة نقاط، لأن ثلاثة نقاط كانت مهمة بعد الخسارة أمام الجيش. فريق الرجاء الرياضي مشى بواحد نقول واحد مستوى جيد في بداية المقابلة، لكن في الشوط الثاني شفنا فريق الرجاء الرياضي اللي شفناه هذه واحد مباراة اللي سابقة رجع هذاك العادي له، فتمنينا أنه الفريق يواصل الانتصار دياله، لكن نقول أخطاء دفاعية خلت أنه يعني الفريق الكونغولي أنه يسجل هدف التعادل. قذيفة اللي كانت من خارج بعيد على زنيتي كطرح تساؤل حول الدفاع، كذلك الرجاء وصلوا لاكاج وصلوا حول المرمى، ولكن كانت يعني الرعونة أمام المرمى كتخلي أنه عصبة الأبطال ما كتربحش، فهكا عصبة الأبطال كتبغي تلعب بطريقة أحسن من هذا الأداء اللي أدته فريق الرجاء الرياضي، ويعني ما زال أمامهم مقابلات جد صعبة والرحلة ما زال متواصلة. نقطة نقول أنها نقطة مقابلتين أحسن من صفر نقطة، هي نقطة تعادل مزيان، ولكن أمامك مقابلة صعبة أمام ماميلودي ساندونز في بريتوريا، وكذلك أمام يبقى عندك ثلاثة مقابلات في الميدان ديالك. نعم. تنظن بأن أمام جماهير غتحاول الفحول الفريق يلعب بطريقة جيدة غير يحاول ما يخسرش هذه المقابلة اللي جاي. نعم. أيضا فخرتين بشكل عام، كيفاش تبعتي هذا الماتش هذا والتعادل واحد واحد؟ أخويا فؤاد، كيف شاف الجميع بأن كانت كيف قال خويا يوسف كانت واحد الفرصة لفريق الرجاء البيضاوي باش ياخذ واحد 3 بوان، لأن كنظن بأن فريق مانياما هو ما غنقولوش ولكن الحلقة الأضعف بالنسبة للرجاء البيضاوي، لأن اللي جاي أصعب، يعني كانت عنده فرصة ما عرفش يستغلها. وسير شوف الشوط الثاني بريمير ميطا كانوا بانوا لي الرجاء كان واحد انضباط تكتيكي، كانوا عارفين شنو باغين، كنظن بأن اللياقة البدنية والجو خانهم في الشوط الثاني، ولكن مهم على العموم أنا كنظن بأن الرجاء البيضاوي بهذا التشكيلة اللي كاينة دابا ما كنظنش بأنه قادر يمشي بعيد. نهضروا واقعيا أخويا فؤاد. نعم. صعيب أنهم يمشيوا بعيد في المنافسات الإفريقية وشامبيونز ليغ، صعيب الحال. وهو صراحة من يتبعنا المباراة يعني الهدف الأول اللي سجلوا النجاري بواحد الطريقة رائعة جدا، يعني طريقة جميلة كيفاش تكى الديفونسور وحط الكرة بشوية عليه في الدقيقة 17. اللاعب باكاسو اللي سجل هدف التعادل في الدقيقة 79 ماشي غير قذيفة، ولكن نحكوا بها شوية راه صيفط ليه بوطة صغيرة في ديك اللحظة، راه صعيبة بزاف هذيك. تماركوا دوك الأهداف على الزنيتي لأنه صراحة هو صراحة باش نكونوا واضحين. نعم. ما عنده ما يدير لنا ما بريس على اللعب تا واحد، ولكن الأخطاء علاش الديفونس أنا شفنا شحال من واحد كانوا أربعة في الكاري دي زويت، هو يعني من مكان بعيد يعني على المرمى كيسجل داك الهدف صراحة شمتها وصافي. نعم. إلا مشينا للتشكيلة اللي بدا بها فريق الرجاء الرياضي، فهو بدا بالزنيتي رباعي الدفاع بعد دي خفيفي على الراسي بولكسوت، أيضا في وسط الميدان كاين بيكورو فردوسي ومحسن بودا، أيضا في الهجوم كاين نفاتي الزرهوني والنجاري، فتقريبا نفس التشكيل اللي لعبات أمام فريق الجيش الملكي تقريبا، يعني هي اللي لعبات في هاد المباراة. شفنا يعني كاين بعض التغييرات كيحاول سابينتو انه يدير ديك اللمسه ديالو، ولكن السؤال اللي كيتطرح اليوم في هذا الماتش، ولا لاحظتوا هذه المساله، ان بعدي وبولكسوت اليوم
ما فاتوش نص التيران. يعني ملي كتلعب امام فريق احنا شفنا ماني ما زعما ماني ما فريق في المتناول, لان لو الرجاء خرجت تلعب كره عادي عند فريق عادي, لو خرجت تلعب كره راه كان الماتش غيسالي بواحد 3 4 0 بالضحك. ولكن اليوم الاختيار اليوم دي سابينتو انه يرجع ويبقى مدافع. وفؤاد راه قلنا انه سابينتو الحدود الساعات باقي كيدير في الفريق, فهذا راه صراحه راه تيقتل التكتيك ديال الفريق الرجاء. راه الرجاء ما عمره ما لعبت بالطريقه هذه, انا بعدا عمرت فرش فيها في الافريق بالطريقه. سابينتو راه قلنا وقلنا شحال مره وقلنا في حلقه سابقه بانه الشرط الجزائي هو اللي مخلي الفريق الرجاء الرياضي الى اين. تنظن بانه بعد انتصار امام حسين اكادير اللي ما ناخذوش كمعيار اساسي للمستوى ديال الفريق الرجاء الرياضي, ولكن كيبقى داك الانتصار قال يعني انه واحد البسيط الامل انه الفريق يربح. خارج انا انتصار خارج الميدان راه مهم, ولكن راه فريق الرجاء هذا راه ماشي هو امام فريق اللي هو اول مشاركه ديالو, فريق ضعيف ما تقنيا. لا انا بالنسبه لي انا شوف اللي شفت الفريق انه ضعيف تقنيا وتكتيكيا, وما عندوش شي نجم اللي ممكن يخلق الفارق, وما وصلوش للبوطو. يعني زعما فريق ولا لاحظتي واحد لقيته يوسف فخر الدين راه واحد الوقت فاش ضغطات الرجاء واحد شويه واحد 3 دقائق راك شي الاخطاء اللي ارتكبوها الدفاع ديال المرمى كتضغط ولكن كتوصل للمرمى, ولكن راه الفاعليه هي اللي كتنقص فريق الرجاء الرياضي. لانه انا كنأكد بانه سفيان النجاري يعني لاعب يوسف النجاري لاعب يعني صراحه عطى واحد الملامح ديال اللاعب اللي جاي يعني كيسجل عنده لغه الطرح اللي كنطرحوا دابا مثلا زرهوني بعض الاخطاء اللي او بعض الفرص اللي كيتاحوا كيبقى علاش نبقى نضيع في هذاك الوقت انه نعطي الكره للزميل ديالو ونسجل بكل اريحيه. علاش كنبقاو نركزوا انه اللعب الفردي ونلقاو نلعبوا داك اللعب اللي كيضيع الوقت ما كيعطيكش فاعليه. قلتي قبيله واحد المساله لا قلتي واحد المساله قبل ما نبداو وهي راه اللي كيلعب بلاي كيصاب راسو كيلعب الكره, هذا لعب ديال بلاي ما دارش ورك على الدوار منطقه خاسره. هنا يعني فخر الدين فاش غنمشيو للاحصائيات ديال الشوط الاول كنلقاو بان فريق مانيما اللي استحوذ على الكره 70% مقابل 30% عند الرجاء. شوف هذه صعيبه شويه. وشوف انا غادي نقول لك واحد النقطه ملي قلتي دابا قلتي واحد النقطه في الاول قلتي انهم لي زارير ما طلعوش ما تعطاتهمش الحريه, هذه كتبقى تعليمات ديال المدرب. يعني ما يمكنش انا غايقول لي المدرب ما طلعش, المدرب كان جاي باغي يخرج كيف كنقولوا اقل الاضرار. الا ما كنتش غادي نربح غندي معايا نقطه, ما خصوش كان حيت اليوم كان الهزيمه بالنسبه للرجاء كانت كتعني بواحد النسبه 80% الخروج من دوري المجموعات. مدرب ماشي في المستوى ديال الرجاء, باش نهضر معاك ماشي في المستوى ديال الرجاء. انا اللي كنلعب واخا انا ودادي والاغلبيه كيعرفوني بانني ودادي, ولكن اللي كنعرف على الرجاء ديما كتدخل اي كومبيتيسيون كتدخل بشخصيه البطل. هذيك شخصيه البطل ما بقيناش كنلمسوها, وسيرتو مع هذا المدرب نقولها بمعنى مدرب خواف, اماني ما كتعطيش الحريه لي زارير وكونتر هذا الفريق هذا واش غتعطي لهم كونتر ساندر. والله الا هذه الله قلتها قبيله, قلت دابا الى لعبات الرجاء بهذا البلوك هذا اللي لعبات به اليوم امام فريق مانيما نهار سان داونز باش غيلعب شنو واش غيبني ليا جور اش غيدير. صعيب 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 بزاف. وكيف قال يوسف قال واحد النقطه اللي مهم وخص بنادم يدير, نعم, بان الشرط الجزائي هو اللي مخلي هذا المدرب هنا, ما كاينش شي سبب اخر كتسنى منه شي حاجه اخرى ما يمكنش. حيت راه شوف اونترينور تعطاش الفرصه اش حوصلنا بزاف, راه هذا الماتش التاسع الماتش التاسع باقي ما كيقنعش. السعود راه 8 التعادلات هزيمه وانتصار صافي يعني بارك عليك. قليل اللي كتشوفه بالكارير ديال اضعف نقول ما قلتش انا رجعنا للهيستوريك فاضعف مدرب ونرجعوا نقولوا لو كان مدرب مغربي مدرب مغربي غيعرف كيفاش يربح, ما غاديش هذوك الاخطاء التكتيكيه وداك لي شونجمون. لانه ملي كنكون رابح وما كنعرفش نغير فانه انا مشات لي واحد الاوراق اللي كتربحني هي التغييرات. لانه التغيير ملي كنكون انه غيرت وتسجل هدف فانت مدرب من الكفاءه ديال المدربين العالميين. لانه اي مدرب كيبدل وكيماركي اللاعب او كيدير الفرق فانت, اما ملي كتغير
وكيتسجل عليك فاسمح لي راك مدرب فاشل باش نقولها بهذا المعنى، مدرب ما قدرتيش تحافظ على السبق اللي عندك، لانه تصور معايا كون كانت النتيجه هي انتصار فريق الرجاء الرياضي فثلاثه النقاط رجعتي للمنافسه، كيفاش غتمشي لجنوب افريقيا؟ غتمشي بواحد الاريحيه تلعب من اجل عاوتاني تحقق نتيجة ديال نقطة على الأقل، وغترجع بربعة النقاط للمغرب. دونك ملي ترجع بربعة النقاط عندك دو ماتش هنا وعندك مالي وعندك الجيش، يعني هنا غنقولوا بأنه فريق رجاء، ملي نقول الجيش يعني في قنيطرة، يعني بصراحة الرجاء الرياضي اليوم ضيع جوج نقاط بنقول اونتر بارونتيز استسمح بلاده الكوتش. وهي شوف هي بواحد الرعونه كبيره انك تضيع مثل هاد الماتشات هادو، لان دابا الا تكلمنا مثلا على الماتش كامل 64% مسيطرين عليك، وحنا كنعرفوا بان فريق الرجاء لا دي ان ديال الرجاء انك هي اللي كتشد كره، هي اللي كتفرض كره، الله يرحم الوالدين، كتفرض عليك اسلوب ديالها، هذا هو المشكل. اليوم شفنا فريق، وانا باقي كنقولها مع احترامي للفريق مانيما، ولكن فريق اللي ضعيف، فريق اللي ما عندوش تاريخ، فريق اللي اليوم ما بان ليا فيه حتى شي لعاب زعما المقارنه بينه وبين الراجل ما عنده حتى شي حاجه على مجال اول مشاركه افريقيه، اول وفرقه لعبه بدون ضغوط، راه هذا صعيب. راه شوف راه ملي كتلعب مع فرقه معده ما تخسر، نعم راه صعيب الحال والله. انا رحنا لعبنا كره شويه ديال الكره وكان فيها مفاجاه، ملي كتلعب مع فرقه ما عندها ما تخسر كتكون صعب لك من فرقه اللي لعبه على تشيتر ولا لعبه عندها هدف، عندها بروجي، ما عندها ما تخسر. ماني مرا الا مشات للدور الثاني راه انجاز، اما الرجاء راه الا خرجت في الدومي فينال راه كتسمى اخفاق. واه هي شوف هي راه ملي كنشوفوا دابا الطريقه اللي كيسير بها او اللي سير بها سابينتو اليوم الماتش، فا يعني الجميع راه تبع هاد اللقاء هذا. انا ملي كنقول 64% نسبه استحواذ على الكره الفريق مانيما، راه بقى شاد لك الكره، انك ما قدرتيش تحيد ليه الكره، اولا ما قدرتيش انك تفرض نفسك في وسط الميدان، لان اليوم الرجاء شفناها ضعيفه الا محسن بودا اللي بان ليا اليوم يعني كان كيتقاتل مع اللاعبين ديال. اسمح لي اخويا فؤاد، لا نعم. لا قاطعتك تفضل. علاش كان محسن علاش بودا هو اللي كان احسن لعاب؟ حيت لادفيرسير هو اللي كان شاد بالون، هما اللي كانوا كيديروا لا كونسيرفاسيون، نقولوا باللغه ديال الكره انت كاسابينتو كتعاقاني كتسنى كتلعب على لي كونتر، هادشي اللي دار لا ريكيبيراسيون، اللعابه ديال لا ريكيبيراسيون غيكونوا هما احسن لعابه عندك، حيت انت كتعطي البالون لادفيرسير، لادفيرسير راه شد 64% كنقولوا في بريمير ميطا اللي انت كنتي فيها مزيان، كنقولوا فيها بان الرجاء راه كانوا فيها مزيان، اما لا دوزيام ميطا ما بانش حتى ديك الحاجه، الشوط الاول ديال اللعابه والشوط الثاني المدرب كتكون واحد القراءه للخصم، ما كاين حتى شي حاجه، ما شفنا حتى شي حاجه، واش فهمتي شنو نقول؟ يعني محسن بودا راه ماشي كان مزيان حيت هو مزيان ولا لا، راه حيت لادفيرسير هو اللي خلاه يكون مزيان، هو اللي خلاه يكون مزيان، والخطه باش لعب بها سيستم باش لعب بها سابينتو هو اللي خلى بودا غيكون مزيان، حيت لا ريكيبيراسيون ونقطه القوه ديال بودا راه هي لا ريكيبيراسيون. ما غنهضروش على شي لعاب لي غرون تكنيسيان اللي غتسنى منه الحلول، لا لعاب اللي كيدير لك لا ريكيبيراسيون ملي كيكون البالون عند لادفيرسير كتلقاه كيعرف يحيد لادفيرسير، هنا علاش محسن بودا هو. اما كون كانت الرجاء داخلين ونديروا بريسينغ وهاد الفرقه ندير لهم بريسينغ عندي لهم بريسينغ غات عندهم ما يخرجوهاش، راه الرجاء راه هما دخلوا خايفين من الرجاء، وراه المشكل هو انه وادي يوسف لاحظتها هو ان الرجاء غير كتنوي تطلعي واحد شويه كيدوخوا مانيما كيوصلوا دغيا دغيا يعني تروا باس كتلقاهم واصلين. انا قلت لك الركائز ديال فريق الرجاء الرياضي نفاتي والزرهوني اللي كيعطوك حلول، فانا قلتها وانا نقول بانه فريق الرجاء الرياضي ما بقيناش شفناه من النهائي ديال كاس العرش. الرجاء تيب ديك الفرقه اللي بدات كتبان شويه مع الجيناني، شفنا واحد شويه بدات كترجع انا الجيناني لانه ديكليك لانه تغيير نفسي اللاعبين مدرب عرف كيفاش يزرع هذاك الطاقه الايجابيه في اللاعبين لغه الفيستير. انا لغه الفيستير واش كيفهم واش قال؟ راه اللغه ديالو ما واضحاش، راه قد تقول ما اش نقول لك انا قلت لك الرجاء فلاش باك الرجاء المستوى ديالها بهاد لا دي ان ديال الرجاء وبهاد لا جرينتا اللي كنا كنشوفوا، فالرجاء ما شفناش المستوى الحقيقي منذ نهائي كاس العرش امام فريق الجيش الملكي. اذا المستمعين دائما مواصلين معكم مباشره على اصوات، نمشيو الفاصل ونرجعوا معكم دائما في برنامجكم اصوات الرياضه.
دائما مواصل معكم مستمعينا مباشرة على أصوات في برنامجكم أصوات الرياضة. وبطبيعة الحال مستمعينا فالحديث حول مباراة الرجاء ومانيما اللي سالت بواحد واحد. الرجاء اللي رجع بنقطة واحدة من الكونغو كانت استطاعته أنه يعني يحصل على ثلاثة ديال النقاط اللي بطبيعة الحال فريق الرجاء واللاعبين والمدرب بدرجة كبيرة يعني فرطوا في جوج ديال النقاط اللي كتسوى بزاف، يعني لأن اللقاء المقبل ديال الرجاء غيلعبوا مع سان داونز يعني في بريتوريا، وكنعرفوا غيلعبوهم مع الوحدة ولا الجوج. يوسف الوداد داس على هاد اللعبة الوحدة الجوج مش قريبة باش تلعب في الوسط، راه خصك تكون موجد في كاع السيناريوهات، تكون تلعب مع الوحدة الصباح العشية بالليل تكون واجد، ماشي غتقول لي لا ما يلعبونيش. تلعب في سينتيتيك في هذاك التيران، وهذاك التيران ديجا لاعبين فيه الرجاء وخذوا فيه فينال، ما نبقاوش نديروا الحجة بالتيران ولا بالطقس. شوف انت لاعب العصبة باش تمشي للعصبة وتجيب العصبة راه خصك تكون فريق كيعرف كما نقولوا نقول واحد لومول ديال غزات القاره، ماشي اجي يكون غزات القاره خص يكون سيدي ومولاي باش ولا. وحنا كنشوفوا الرجاء في واحد الوقت حتى هي راه كانت يعني كتبان لك الفرقه باش كتلعب في منافسه قاريه، راه كيبان لك ان كاين داك القتاليه اليوم. يعني راه قلناها في حلقات سابقه راه ما بقيناش عارفين شنو واقع في الرجاء. هنا في خردين اللي تكلمنا على واحد المساله في دور المجموعات دو ماتش الاولين نقطه واحده السيتياسيون ديال الفرق كتكون صعيبه، صعبش الامور صعبش، حيت اش غنقولوا الحلقه الاضعف، حيت الحلقه الاضعف اللي غنهضروا عليها دابا بالنسبه للفريق الرجاء دابا حنا كنهضروا على الرجاء نعم. هي مانياما، مانياما ما قدرتيش تربحهم في خارج الشيران وخليتي لهم الكره، هذه هي اللي ما فهمتهاش انا. ما كاينش ثقه، مدرب خواف، راه قلتها لك قبيله مدرب خواف، الامور صعبش امور صعبش. يعني اليوم انا كان انا نلعب الكل الكل، انا مبلاصه سابينتو غادي نلعب الكل الكل، غادي ندير الضغط ندير بريسينغو والمشكل شنو هو اللي صعيب انك شتيهم واحد حيت كتكون واحد ربع ساعه كتكون فيها واحد القراءه للخصم بطبيعه الحال قبل ما نديروا لا فيزيون ديال الماتش اللي فات ديال سان داونز، ولا خصك نورمالمون تراك برو خص يكون عندك عليهم بزاف ديال المعلومات. انت او ربع ساعه الاولى ما عرفتيش بان الناس راه كيديروا ديفوت وسيرتو عندهم في لا لين ديال لا ديفونس، وعلاش ما ضغطتش عليهم وانت عندك لعابه دي غرون كاليبر؟ يعني هنا مشكل تقني، مشكل ديال المدرب، والامور صعبت بالنسبه للرجاء، وكنتمنوا لهم ان شاء الله حظ موفق المقابله الجايه. هو سابينتو اللي تكلمنا عليه كمدرب فهو عنده انجازات كبيره مع فريق الرجاء الرياضي، لان اليوم سابينتو ضيع للرجاء في البطوله 15 او 13 نقطه اللي ضيعها على فريق الرجاء. يعني الرجاء فتقريبا في سبعه ديال لي ماتش خداو 8 ديال النقاط، ضيعتي على الفريق 13 نقطه. كنتكلموا على الان في دوري ابطال افريقيا ضيعتي على الفريق دابا 5 ديال النقاط وخديتي نقطه واحده. انا ما فهمتش مدرب، وانت تكلمتي يوسف على الشرط الجزائي، وهنا كنطرحوا دائما إلا كانت في هذه المسألة ديال الشرط الجزائي فهاد الناس اللي سناو مع سابينتو وحلوا الفرقة في هذه الحالة هذه بحال هكا، فاسمح لي راه طريقة تسير مع عمرها كانت بحال هكا. أصلا نقول لك فؤاد دابا حنا كنهضروا على شي واحد الحالة اللي كاينة دابا، كاين يعني ملي كيكون مشكل دابا طرحتي كاين مشكل في مدرب نعم. فالمشكل خصو حلول، ولكن الحلول ما تجيش لحظيه، ما غنجيش انا نتسرع. انا راه شحال من حل كان الرجاء يخرج به لبر الامان، ولكن ملي كيكون الحلول كتكون لحظيه وكتكون ما كاينش دير راسه وكيكون مكسب عاجز على انه يخرج هذا الفريق من هذا الباساج فيد اللي طول بزاف، فهنا المشكل. انا كنقول بانه تعاقد مع حافظ عبد الصادق اللي غيجي كمساعد، نتمنى انه لو كورون يدوز ما بينه وبين المدرب، لانه لا داز لو كورون وعبد الحافظ او حافظ عبد الصادق بغى يعني وتواصل مع اللاعبين ودوز لو ميساج ماروكان اللي غنقول انه تعطاه صلاحيات تعطاه صلاحيات هذه هي اللي كنهضروا عليها، لا باش يكون مساعد، لان باش تجي مساعد وتحطه في الصوره. لانه ابو شروان علاش ما بغاش يغامر؟ انه ابو شروان راه هو كان المقترح الاول ولكن ابو شروان فضل انه يبقى يكمل في يعني المسؤوليه ديالو في الاكاديميه، بقى باغي يبقى يعني بعد على كما غنقولوا على المشاكل الصداع فعبد حافظ عبد الصادق انت غتاخذ مسؤوليه، راه ماشي تاخذها باش تكون مساعد وصافي، راه ما تكونش مدرب ما تكونش مساعد مدرب
مدرب مساعد. مدرب مساعد انت فهمتيني، دونك خصك تكون مدرب مساعد لسابينتو اللي خصو حتى هو يعطيك الصلاحيات. انا من سابينتو نجلس مع يعني عبد الصادق ونقول لي ها المشكل ها اللي كانت تطرى لي مع اللاعبين، ها شنو بغيت نوصل لهم في التيران وما وصلوش ليه، هو غيقول لي بلاتي انا غنوصلهم لهم بالطريقه المغربيه. الطريقه المغربيه شنو؟ لاعبين ديالنا لاعبين اللي عندهم بعض المرات كتكون مصاحبه، بعض المرات لانه كتعطيهم ثقه تنظن بانه شفنا مع زين باور داك العام بيان سور، لانه زرهوني لاعب لي نقول مزاجي نقول نفاتي لاعب اللي كيعطيك الا عطيتيه، لانه ما نكذبش عليك نفاتي من بين الامور ومن بين لافونتاج واللاعبين اللي كيعطوا فرق في الرجاء الرياضي، لانه كيسجل كيعرف لغه الاهداف مع يوسف النجاري غيعطيو واحد الثنائيه مزيانه. هنا خاص انا كنقول انه لو ميساج يدوز مزيان، لو ميساج الا داز مزيان الرجاء غترجع الفريق اللي كان شحال هذه. هذه المساله هذه فخر الدين مزيان نتكلموا عليها من ناحيه التقنيه. الدور اليوم اللي نورمالمون خصو يلعبو المدرب المساعد، يعني شنو هما الصلاحيات اليوم اللي خصها بينتو مثلا يعطيها الحفيظ عبد الصادق اليوم؟ شوف الدور ديال المساعد هو كيقرب المسافات. اول حاجه المساعد المدرب ديما انا كنفضل المهم من الراي ديالي يكون ولد اي فرقه، ولد الفرقه بحال مثلا الرجاء خصك تجيب ولد الفرقه وعارف بالخفاء الخبايا كنقولوا يعني كيف قال يوسف خويا لو كورون خصو يدوز هذاك لو ميساج، حيت دابا يقدر يكونوا مشاكل نفسيه راه بسيشيك او المشكل ديال الفيستير. ملي غيجيك واحد مغربي ولد البلاد عارفك انت اش كتسوى، عارف الفيستير اش كيسوى، عارف الفرقه انت وعارف عارفه هو اش كيسوى، انت كتعرف شنو كيسوى، راه صافي راه راه حيت دابا قلتها لك ديك الاسبوع عاود نقولها لك دابا، راه كيبان لي الراجل راه مشكل ديال الفيستير، مشكل ديال الفيستير. ملي غيكون مثلا معك حفيظ عبد الصادق راه غيقرب عليك المسافات، يعني ضروري 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 حفيظ عبد الصادق ابو شروان. انا كنت كنفضل بالنسبه للرجاء يكون اونترينور اللي كان دوز اونترينور وعنده يعني مهم بحال مثلا رضوان الحيمار، ما كاينين اسماء هلال الطير كنقولوا ولد الفرقه كيف كيقولوا هما الرجاويين ولد الفرقه وعارف الخبايا وانسان لي اونترينور اللي ما غدوزاش عليه، ماشي بحال مثلا غير واحد مساعد مدرب ولا مدوز غير فئه سنيه غتجي صعيبه، واخا يكون داز اونسيان جوار ولا غتجي صعيبه بلعابه كبار راك كتهضر على الزنيتي كتهضر على اللعابه. وانت حافظ عبد الصادق يعني ديجا اشتغل في الرجاء وخذ المسؤوليه في الرجاء وعنده اكسبيريونس عنده اكسبيريونس يقدر ينفعهم بزاف، يقدر ينفعهم بزاف والله. زعما كنقول انا هذه خطوه مزيانه غير هي جات معطله، هذا هو المشكل. المشكل هو ان اليوم بعد ما ضاعوا لك 13 نقطه ضاعت لك غير مع سابينتو، حنا بلا ما ندوي على زفيكو الله يجازيه بخير اللي بدا معنا من الاول، لا دابا كندوي غير على على سابينتو مشات 13 نقطه في البطوله خمسه دابا في الشامبيونز ليغ. فالرجاء باقي خصها تدارك الموقف لان خاصه الماتش الجاي اللي غيكون صعيب بريتوريا مع ماميلودي سان داونز. تنتوما مستمعينا فبغيت نعرف اليوم كيفاش تبعتوا هذا الماتش هذا ديال فريق الرجاء ومانيمال الكونغولي، رقمنا هو 0522 77 24 24. عطيونا الراي ديالكم اليوم الطريقه اللي لعب بها سابينتو واش بان لكم هذيك هي الطريقه المثاليه اللي خص يلعب بها اليوم خاصه هو لاعب خارج الميدان، اولا بانه احترم الخصم اكثر من القياس ورجع بزاف وكيف ما قال يوسف وكيف ما عبرنا عليها في عدد من الحلقات. فمدرب ما بغيتش نقول هذه الكلمه ولكن اسمحوا لي كبير عليه شويه الرجاء، لان في هذا الضغط هذا اللي كاين حتى الان انا ملي كنقول كبير عليه الرجاء فهي نتيجه يعني على النتائج اللي كاينه، احنا ما كندويوش على المدرب كشخص ولكن ممكن يعطي في فرق اخرين بطبيعه الحال، ولكن اليوم مع فريق الرجاء فسابينتو ما عطى حتى شي حاجه بالنسبه لفريق الرجاء، بالعكس يعني ازم الوضعيه ديالهم في البطوله الوطنيه والان الوضعيه ديالهم كتصعب من بعد ما ضيع ثلاثه نقاط سهله يعني امام فريق مانيما اللي الكل كان كيقول بانه فريق ممكن يخلق يعني واحد الصعوبه لفريق الرجاء من بعد التعادل ديالو يعني مع فريق ماميلودي سان داونز جنوب افريقيا، ولكن تبين انه فريق عادي جدا والرجاء ضيع. ونقدروا نقولوا بان حتى فريق مانيما يعني تبعناه يعني في الماتش الاول واش نقدروا نقولوا اسم ان هذه راه فتره فراغ بالنسبه لهذا الفريق حتى هو اليوم، لان الماتش ديالو مع ماميلودي سان داونز كان فريق واقف
واش نقدروا نقولوا اليوم راه حتى ماني ما كانش في ما كانش في النهار لعب امام فريق اللي هو متمرس فريق اللي كيعرفوا مزيان جو بونس ملي داروا الفيزيوناج راه يكونوا عارفين يعني عارفين رجاء رياضي نعم فريق اللي ما دخلش في مقابله انا نقدروا نقولوا فريق القرحته في الشوط الثاني كانوا محاولات كان يعني حارس نيتي باش نكونوا واضحين حارس نيتي جبد جوج يعني ضربات خطا اللي كانوا انهم يكونوا اهداف لانه حارس نيتي كيبقى حارس متمرس باش من يعني ماشي غير تمارك البيت راه نحملوا المسؤوليه زنيتي لا زنيتي كان قائد اليوم وصراحه دار الفرق ففريق مانيمال الكونغولي اليوم ماشي مرحله فراغ ولكن نعم. فريق غادي يقول انه يقد يتاهل كثاني يقد انه يخلق المفاجاه في هذه المجموعه نبغي نكمل غير واحد المساله انه فريق رجاء رياضي الى حسبنا اليوم لعب جوج مقابلات نقطه واحده الجيش الملكي لعب مقابلة ثلاثة النقاط أمام فريق الرجاء الرياضي وعنده مقابلة أمام سان داونز نتيجة ديال الجيش الملكي وماميلودي سان داونز الشيء غيكون عندها تأثير كبير على المقابلة المقبلة لفريق الرجاء الرياضي في حالة لفريق الجيش الملكي انتصر اليوم على ماميلودي غيضمن الجيش أنه واحد نسبة كبيرة التأهل وغادي يسدي خدمة كبيرة لفريق الرجاء الرياضي علاش لا لأنه غيكون فريق ماميلودي عنده نقطة وحيدة وغيلعب مقابلة مصيرية أمام فريق الرجاء الرياضي الرجاء الرياضي كذلك يلعب مقابلة مصيرية إلى جاب نقطة من جنوب إفريقيا غادي نرجعوا الرجاء قد يتأهل ولكن ما بغيناش في الاخر يتأهل بكالكولاتريس يعني بغينا يتأهل بأريحية يا ودي دوز ماشي بكالكولاتريس يدوز بجوج راه هذا هو المشكل دابا راه ملي كنتكلموا على الفريقين هي المهمة ما سهلاش لأن سان داونز كنظن بالخبرة تا هو اللي عنده والتجربة اللي عنده واللاعبين اللي عنده راه حتى هو فريق اللي كيبقى من الفرق المرشحه يعني ضمن هاد المجموعه هذه الا تكلمنا ايضا على اللقاء وكنشوفوا التغييرات اللي قام بها اليوم يعني المدرب سابينتو وهنا كيخلينا فخر الدين ان نتكلموا على البونتوش فالبونتوش اللي كيكون عندك لاعبين اللي كدور راسك كيبان لك عندك اختيارات فكما كندوي على سابينتو كنقولوا بانه الطريقه اللي نهج في المباراه فهي طريقه اللي ما استحسنوهاش عدد كبير انا كنشوف مواقع التواصل الاجتماعي كلشي كيتكلم على هذه المساله هذه ولكن عاوتاني راه البونتوش راه مهم بزاف شوف هنا فين كيبان لك فرق بين مدرب ومدرب هنا كيكون فرق اخويا فؤاد بين مدرب اللي كيقدر بتوليفه اللي تقدر تكون على قد الحال راه الوداد مع ركراكي ولا مع ما نقولوا مع سميتو مع موتا راه عصبه الابطال راه دينا بالعابه راه الا جيتي تشوف هذاك الجروب نعم راه تقول راه ما يديش عصبه الابطال المدرب الذي ديال عموت هذه عاقل على هذه بصح هذه ورا المدرب 13 لعاب ورا المدرب راه الدور ديال المدرب راه كاين طرافاي تاكتيك كيف قلت لك يدير الفرق نعم انا ما كنتسناش انا ما عنديش انا مثلا ديال اللعابه اللي في الهوني فول اللعابه اللي غنكرون كاليبر اللي غتسنى منه يدير لك الفرق لا انت المدرب هو اللي كيدير الفرق بالطرافاي تاكتيك ديالو راه الاهلي المصري اللي رجعنا للفينال ديالو مع الوداد اللي كانت دعموت راه اللعابه ديال الاهلي المصري راه قدرت تجمع اربعه ولا خمسه ديال اللعابه يعطوك اللعابه القيمه السوقيه ديال الوداد كامله ولكن الفرق بقى في المدرب بقى في عموته هنا كاين المشكل كاين ديال المدرب خويا نعم عرفتي كنشوف دابا كنقرا التعليق في الصفحه الرسميه ديال فريق الرجاء فاش لاحوا نهايه المباراه زعما ماشي اجماع راه كل شيء كيتكلم على 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 سابينتو واحد التعليق اللي قريته واللي كيقول لك بان سابينتو قتل هذيك الروح ديال فريق الرجاء الرياضي خلال هاد المباراه هذه نبقاو نهضروا فؤاد ملي بدا البرنامج وغنقول لك السبب اللي قتل هاد الحماس ديال الجماهير ديال الرجاء الرياضي راه الكل يعني كان متشائم من هذا المدرب باش نقولوها يعني راه رغم انا يعني بحكم انه تتبع الشان الكروي والشان الرياضي في يعني لا الودادي لا الرجاوي فرغم انتصار فريق الرجاء الرياضي امام الحسنيه فالجماهير الرجاويه كاع ما كانت راضيه على الان بزاف الجماهير البيضاويه خصوصا كنقول
راه صعيب اي مدرب يشجع يعني يدرب هاد جوج فرق. راه جماهير ما كترضاش غير بالنتيجه، راه كترضى حتى بالاداء. انه فريق راه اليوم رجاء كنا نربحوا غايقول لك اللاعبين ما لعبوش مزيان، راه ما يكونوش راضين 100%. ما تقول لي انت وغير يربحوا ديالك. وهي شوف هي دابا كلشي كيتكلم هنا في التعليق على انك ان المدرب اليوم رجع اللور وخايف من فريق اللي تقنيا زعما الرجاء الى جبنا بوست باغ بوست مع هذا الفريق هذا كنلقاو ان الرجاء كيتفوق عليه بسنوات ضوئيه. يعني واشوف خويا فؤاد انا غندير معك قراءه ديال الانسان التقني، قول لي وغادي نقول لك بان اون ديبار مثلا غنشوف مثلا بانهم راهم مشاو تعادوا مع ساندونس في تيران ساندونس غيكون عندي واحد التخوف ياك. ولكن راه ديما انا كيفاش مدرب برو وكيفاش ما عنديش البلون ا ولا بلون بي ولا بلون سي كاش ديال لي بلون، وانت دخلتي ربع ساعه خصك تكون عندك شي واحد القراءه. نعم عرفتي ما كامل القوه وما كامل الخلل، خلي هادشي كنهضر لك من غير فيزيوناج اللي خصك دير قبل هذا قبل بوحدو ضروري خصك تكون قاري الفرقه. واخا انا كنهضر معك في الماتش ربع ساعه الاولانيه خصك تكون عرفتي الفرقه، والناس كتبان لك كتقفقف بهذا اللغه هذه وتسمح لي على نعم الناس راه كديروا ديفوت كديروا ديفوت علاش ما نبريسيش عندهم الاولى الثانيه الثالثه غنمشي غنماركي عليهم ونبقى نزيد ماركينا واحد زيرو نزيد نبريسي عندهم راه الراجه هذه لا ورا حتى الطريقه باش ماركات الراجه راه كونتر راه زعما ماشي بناو كره ولعبوا كاين فيها مجهود فردي كاين فيها مجهود فردي كاين واحد الذكاء من لاعب نجاري اللي كنتي كتبركو اللي كان كيبركو اجي واحد بوزوق فينا ما دخلش ما شو ما بقاش بان من هذه مده يعني كان في التسخينات الاحماءات يعني ديال الاحماءات ولكن ما استنش بالمدرب واش هو اختيار المدرب او اختيار الاداره فكيبقى هادشي الكواليس حتى ان لاعب من المستوى اللي كان فيه اليوم ولينا كنشوفوا بوزوق حتى في لي رومبلاسون ما كيدخلش فاحنا راه علامات استفهام قداش ناهي دابا فراس لاعب مخلص لاعب خيد المستحقه ديالو كامله لاعب يعني خصو يحل رزقه. نعم وتتجيك على قبلك يعني ما لبستش التوني ديال اللي في الخريطه وعلى قبلك يعني ما كانش هذا الشيء خاصك تكون اداء ديالك جيد الا دخلتي وكونترول اوريونتي راه فخر الدين غيقول لي واش حاجه اللي ساهله ما بقاش كيديرها بديهيه. بغيت نسولك دابا ثاني اخويا فؤاد نسولو مستمعي الكرام هاد بوزوق حنا ما نهضروش على شي حاجه اللي راه بعدنا على التيران يعني بقاو في التيران سير انت ملي كنجيب انا كنجيب لعاب محترف أيه. لعاب محترف خص يكون احسن من هذاك الجروب اللي عندي بطبيعه الحال هو اللي خصو يعطينا الاضافه القيمه المضافه ما كايناش اش باقي كدير حيت السالير ديالو اصلا لا جينا نشوفه الله اعلم هادشي اللي كيبان ليا لان لاعب محترف راه غيكون غيتقاد احسن من لاعب نديرو واحد مقارنه وغادي نديرو بينه وبين النجاري النجاري اللي جابو هذا العام شحال كياخذ هو وشحال كياخذ شحال كياخذ النجاري وشحال كياخذ بوزوق نعم والقيمة المضافة اللي عاطي الجزاري هذا العام مع انه كيلعب دقيق قلال واللعاب اللي كان كيدخلها في البونتشو وماشي البوست ديالو وماشي البوست ديالو ويلا دخل وقيله ماتش ولا جوج اللي دخلهم تشيلار هذا العام هذا وانت يا كمحترف وكثرت عليك الهضره والبوليميك على شي حوايج اللي كبار عليك بعدا ما تقدش عليهم وجي انا بحال السيد هذا خصو يمشي بحال هذا وماشي من القيمه ديال الراجا وهي هذه اللي كنا تكلمنا عليها واحد الوقت قلنا كنقولوا بان الرجاء كان عليه انه يتم تسريح يسري بوزوق قبل يعني ملي كانت القيمه السوقيه ديالو كبيره من بعد نهايه الموسم ولكن كنا كنشوفوا بان الرجاء كان باغي يخلي نفس الركائز وانه يبني الفريق هنا ملي كنشوف تقريبا راه واحد شنقول لك دابا واحد سبعه اللاعبين مثلا اللي من الركائز اللي كانوا عندك ذاك العام ولكن المستوى لا علاقه دابا راه بعض اللاعبين الا جبناهم يتفرجوا في راسهم هما ذاك العام راه ما غيعرفش راسه هو الطريقه ديال اللعب ديالو ولكن راه ملي كتضيع لاعب اللي كان محوري لاعب اللي كان الحلقه المفقوده لك مكعازي انت قلتي مكعازي قلت لك الاسم راه كلشي غيتفق بانه مكعازي كان تيبدل من غير مكعازي كان مقدم حتى هو كان عندك يعني باش نكونوا واقعيين راه ليكيب 11 هذوك ال 11 راه كل واحد كتكون هذاك التوليفه اللي كدوز ولا هذاك الانسجام اللي كيدوز ما بين هذوك ال 11 راه مهم لانه ولا تنقص غير عضو ولا عضو من الجسم ديال الانسان راه كيوقع خلل حسك انه 11 جسم واحد كان تيربح جسم واحد بعقليه ديال المدرب اللي هو مشى حتى هو
مدرب قبل ما يمشي مدرب زنباور كان مدرب مساعد اللي كان يعني كيبذل مجهود كبير، كذلك المعد البدني اللي كان بن وانيس اللي كان هو خالق واحد الجو ما بين اللاعبين وانه كان عنصر مهم في اللياقه البدنيه ديال فريق الرجاء الرياضي. اليوم كنطرحوا تساؤل ديال اللياقه البدنيه فريق الرجاء الرياضي، ما كملش بنفس المنسوب البدني لاحظنا باش بداها ماشي بالسلا عكس الفريق الكونغولي. اذا هنا غيخليونا نطرحوا بزاف تساؤلات حول هذاك العنصر المفقود فريق الرجاء الرياضي اللي هو كان من الركائز. راه واخا نقولوا اربعه بقاو خمسه بقاو، اللي ما كانش المحرك الاساسي راه الطوموبيل ما كتحركش بطبيعة الحال. إذن مستمعينا دائما مواصلين معكم مباشرة على أصوات، نمشيوا فقط الفاصل ورجعوا دائما معكم مباشرة على أصوات برنامجكم أصوات الرياضة. رجعنا معكم مستمعينا دائما مواصلين معكم مباشرة على أصوات في برنامجكم أصوات الرياضة. وبطبيعة الحال مستمعينا فكنتكلموا على المباراة ديال فريق الرجاء الرياضي وفريق مانيما الكونغولي واللي سالات بواحد مقابل واحد. وبطبيعة الحال الإجماع اللي شفتوا لاحظت يعني في مواقع التواصل الاجتماعي فالكل كي يتكلم على الفريق ديال الرجاء اللي ضيع واحد جوج ديال نقاط فابور أمام فريق مانيما الكونغولي. المدرب ما عرفتش أنا يعني خايف الواحد درجة اللي ما كتصورش وقال شاف شي حاجة ما شفناهاش حنا يعني في تيران. وهاد القضية هذه صعيبة بزاف. فخر الدين ملي كيكون المدرب خواف واش كتأثر على اللاعبين؟ وهي كنشوف كاين ظروف كاين خصني ماشي نخاف، هي كاين احتياط. راه مثلا نهضروا على الركراكي مدرب اللي كيعطيك البالون بطبيعة الحال ولكن عارف اش كيدير، بلوك ميديوم كيقني لك راه ما توصلش عندي البوطو، ماشي هي انا رابحك بواحد زيرو ونرجع ندير البلوك با. وترى ماشي بلوك با السيد راه ولا لعب لا انت شوف مشي هو بسهله لعب بربعة ديفونسور عندك ربعة اللور وحط بيكورو وحط معاهم بودا بجوجهم عندهم يعني كيلعبوا بجوجهم مليون ديفونسيف شنو شتا ستة اللور وما عرفتش شنو باغي دير وراجع وما عرفتش شنو. والواعر اللي لاحظت هو هي ان في برومير ميطا انت رابح وكتمشي كتبقى تغوت مع الحكم اي حاجه كيصفرها كتبقى تغوت. وهنا شنو كدير؟ هنا كتشحن اللاعبين اللي عندك بعدا اللاعبين ديالك. شوف المدرب ماشي من القيمه ديال الرجاء باش نهضروا واقعيين، الرجاء فرقه اللي ما كتلعب مع الترجي تلعب مع الاهلي جات تلعب في تيرانك كتفرض عليك الاسلوب ديالها ما كتخافش منك. اللي ولينا كنشوفوا الرجاء كدير البلوك با راه صافي ما بقى ما يتقال، راه هويه ديال الفرقه حتى هي مكوينه بدل الهويه ديال الوداد الاحسن. نعم هذا بدل الهويه ديال الرجاء الاكفس اخويا ولا لا لا دي ان ديال الرجاء تقتل لا تقتل ما بقيناش كنشوفوه من الماتش ديال الديربي واش ولاو الرجاء كيلعبوا لو جو ديريكت تقلبات الايه الرجاء لو ديريكت لو جو ديريكت والوداد كدير لي كونسيرفاسيون ها واش كنا هما الوداد كنا محيط الوداد داو القاب لو جو ديريكت لا دي ان ديالهم ولكن الرجاء مدرب جا مكوينه راه كتبان لك لا كونسيرفاسيون ومع اننا بدلنا التركيبه البشريه باش ما نخرجوش على الموضوع. سابينتو مشكل بالنسبه للراجل خصهم يلقاو الحل وهنا الدور ديال المكتب المديري اللي كاين ديال الراجل. وهي شوف هي ملي كنتكلموا على هذه المساله هذه ديال ان المدرب كيجي باقي ما يعني ما بقاتش هو التشكيله ما بقاتش هو اللاعبين اللي عنده كيجي كيلقى اختيارات هذوك اختيارات خصك تلعب بهم. جيتي لقيتي ازمه ماليه ودابا هي جاي باقي جاي دابا انتقلت الشتويه وغنبداو نهضروا عاوتاني على مليار وشي حاجه وشوف واش غتكون انتدابات ولا ما غتكونش انتدابات. ف هنا المدرب ما عرفتش واش لومو 100% او لا راه الغلط كامل ويسمح لي المكتب المسير يتحمله المكتب المسير. غنلومو المدرب علاش تحمل المسؤوليه ديال انه ياخذ فريق الرجاء. لا هو عزيز عليه فرقه موسم واحد كيمشي موسم حيت عنده غرض لغرض في نفسه يعقوب عنده باغي ياخذ فلوس يعني ماديات هنا الماديات عنده كلشي مخلص كلشي مزيان فبخير هو فين عنده المشكل وغيسالي غيهز الفاليزا ديالو غيهز هذا هو السي في ديالو غيبقى دوز فريق هو اللي غيخسر السي في ديالو. شكون اللي باقي غادي يتواصل مع مدرب من افريقيا
لانه ما نجحش. انا الحدود الساعه ما نجحش مع فريق الرجاء الرياضي، ما نجحش. واش شي واحد يقول لي لا نصبروا على فريق لا لا سابينتو؟ اي رجاوي غيصبر على سابينتو غيصبر على الهلاك ديال الفريق. لا ولكن اسمح لي، واش غتصبر عليه 90 الماتشات؟ وراه انا كنقول لك الخيال العلمي هذا 90 الماتشات مثلا تكون اربعه الانتصارات هزيمتين، يعني هادشي نصبر عليه. مي كنصبر عليه هو غير التعادل، يعني ما عندوش واحد. واش المشكل عنده في اللاعبين؟ لاعبين يعني كيربحوا بثلاثه الماتشات مع الجناني. دونك تقول لي عنده مشكل مع الاداره، الاداره مفرده ليه كلشي. دونك فين كاين المشكل؟ المشكل ديال التواصل. انا كنعاود نقول راه الحل الوحيد اللي مازال كيتسناو الجماهير الرجاويه هو انه عبد الحفيظ او عبد الصادق، عبد الحفيظ عبد الصادق هو اللي غادي يكون مثلا ك هذاك طوق النجاه بالنسبه للمدرب. واش هو اللي غادي يكون الحلقه المفقوده في هذا المشكل الفلسفي ديال سابينتو؟ انه باش نقول لك، لانه حدود الساعه انا شفت دابا الصفحه ديال فريق الرجاء الرياضي، شفت التعليقات، فكل شيء يعني بالاجماع بالاجماع. اي شوف، راه النتيجه ديال التعادل راه كاين مثلا الفريق الرجاء اللي كان خاسر وتعادلتي راه كتعطيه واحد شويه طاقه ايجابيه. اما باش تكون رابح وكنت امامك الفرصه باش تحقق ثلاثه نقاط والناس ما وصلوش البوطو، دابا هذا هو المشكل، ما كانوش كيوصلوا لك البوطو. هما وصلوا، الرجاء راه وصلوا، ولكن هذاك توصل وقت ما شنقول لك فؤاد صراحه. الرجاء الرياضي ضيعوا مقابله اليوم وغادي يديهم لواحد النفق مظلم بزاف، لانه نتمنوا انه المقابله الجايه امام فريق متمري عندك ماتش باراج كونتر سان داونز. هذا هو المشكل هنا في خرطين. الا بغينا نتكلموا على واحد النوع ديال المدربين، المدرب اللي ما كيامنش بالمشروع، واسمح لي يا سابينتو، لان ملي كنقلب في السيفي ديالو كنلقاه دائما كيضرب موسم مع فرقه كيمشي لموسم اخر مع فرقه اخرى وغادي. يعني ما ماشي من نوع المدربين اللي كيطول مع الفرقه، يعني اللي كنقولوا بان عنده مشروع اللي غيخدم فيه هذا الموسم يخدم فيه عاوتاني. هذا النوع ديال المدربين واش كيفضل انه يجي ويلقى، يعني هو اللي يدير انتدابات ويقاد فرقه ديال موسم واحد ويحاول يدي بها شي حاجه ويمشي فحالو، او لا من الخطا انك تجيب هذا البروفيل ووسط الموسم؟ هذه الكلمه الاخرى اللي قلتي هي صحيحه من الخطا، وكيف قال خويا يوسف، انسان جاي غرض في نفسي يعقوب، جاي عنده غرض ديالو. واش كنسيني معاك عام ما كاين لا بروجي لا والو، ما كتهضرش معايا على بروجي، تهضر معايا عام على بروجي. نعم ما كاينش بروجي، لا مكوينه كاين بروجي، سابينتو ما كاينش بروجي. هادو مدربين اللي جا باش يدير سميتو مع الرجاء، سميتو غتكبر مع الرجاء. شوف راه ما عمرو درب في لافريك، وشوف بغض النظر عن النتائج وشنو غادير في النتائج، كنتي في الرجاء غتمشي غدرب في السعوديه، تدرب في الامارات، تدرب في فهمتي. نعم. يعني الهدف ديالو غيكون مادي اكثر من هو رياضي، مشروع رياضي. اما اللي كنسيني معاك انا عام راه ما كاينش مشروع. نعم. ما كاينش مشروع، وكنشوفوا النيفو ديالو والسؤال اللي كيطرح نفسه هو شكون هو السبب في انتداب ديال هذا السيد هذا. حيت انا شفت لي فيديوهات ديالو عا كيخوت شو عا كيضارب، حيت ما شفت شي انجازات، ما شفت شي خدمه، شي طرافاي تاكتيك ما بانش ليا. الفريق الكبرى وصي داك العام دا معاهم الشامبيونه، واش تهضر واه خويا؟ هادشي اللي دا خويا فؤاد، واش كنهضر على الراجل؟ هادشي اللي دا الدوري القبروصي، يعني كيبقى دوري قبروصي. وهي هي هي الواعره. واحد اللقطه اللي كنشكر سي نور الدين كبادي اللي كيتبعنا في اللايف فيسبوك في صفحه برنامج اصوات الرياضه بالعربيه، كتبوها في فيسبوك وغتلقاو في اللايف، تبعوه عطيونا التعليقات ديالكم. فكرني في واحد اللقطه ديال ما عرفتش شكون هو اللاعب اللي كنت كنتفرج، ولكن ما عقلتش شكون هو اللاعب اللي دخل الكاري منو البوطو، كنتسناه غادي يضرب كره للبوطو ويطيح. طاح ضرب راسه بيلانتي. دابا راه هنا كنتكلموا على المدرب، ولكن كنتكلموا على حتى الكاليتي ديال اللعابه. اليوم كنشوف لي شونجمون، دخلتي ساكو، دخلتي رحيمي في الخط الامامي، شنو الاضافه؟ لان اليوم راه كره طالعه في السماء جايه، يعني ما شفنا حتى شي حاجه. وهنا كيخلينا دائما انك نتكلموا، حنا ماشي ضد سابينتو كشخص او ضد اللاعبين كاشخاص، ولكن كنتكلموا على فريق الرجاء الرياضي. الطريقه اليوم اللي لعب بها فهو راه ما كيمثلش فريق الرجاء،
وما كيمثلش مدينه الدار البيضاء اليوم كيلعب بالدرابو ديال المغرب. فملي كتلعب بالدرابو ديال المغرب فالمغرب كله عنده الحق انه ينتقدك الى وجدتي نتيجه غير ايجابيه. الماتش الجاي وقبل ما ندوي على الماتش الجاي هادشي غيخلينا ندوي على الجيش وماميلودي سان داونز. الجيش بطبيعه الحال ظهر بواحد يعني مجهود اللي كبير بزاف, يعني فوز وعرف كيفاش يربح كونتر الراجا يعني امام الجماهير ديالها. اليوم غادي يلعب بملعب العبدي بالجديده امام فريق ماميلودي سان داونز, ماتش ما غيكونش سهل. نعم هو افيش مزيانه, افيش زوينه للمتتبعين الشان الرياضي. ملعب العبدي كيبقى ملعب جميل جدا, خصوصا اننا شاهدنا فيه نهائيات عصبه الابطال الاناث. ملعب يعني رغم انه الجماهير العسكريه ملعب ماشي بالقيمه, نقول الطاقه الاستيعابيه نعم. القيمه ديال الجماهير, ف تمنيت انه يكون في ملعب مولاي عبد الله, خصوصا انه غتكون الجماهير العسكريه الجماهير الرباطيه الجماهير المغربيه حاضره, لانه تشجع فريق الجيش الملكي والعوده ديالو لهذا الكاس اللي صراحه كاس كديك الكوب دي موند. لانه خصكم تعرفوا بانه اول نسخه اللي غتربح هذا العام راه غتخليك تشارك في الكوب دي موند ديال 2000 في المغرب, اللي غتكون غالبا في المغرب. فصراحه الجيش الملكي بغينا يحقق نتائج ايجابيه امام الفريق الجنوب افريقي اللي كيعرف كيفاش يربح خارج الميدان, لانه فريق الضعف ديالو هو امام الجماهير, لانه بحكم انه نزل الفريق الوداد الرياضي سنوات مع الوداد ما لعبش ديما في كل عام العرش كان كل عام. ف يعني الضعف ديالهم في دخول الملعب كانوا الرهبه ديال الجماهير كانوا يعني ما كيلعبوش في خاطرهم مع الجماهير. ودايوغ ماكوينا راه قالها في احد التصريحات ديالو انه كان الحلم ديالو هو يلعب فريق عنده جماهير في هذا الويدا وحقق الحلم ديالو وعاوتاني حقق حلم اخر. لا داك باقي غندوي على داك, مازال غندوي على داك الحلم حتى هو اليوم. وهذه رساله للجماهير العسكريه جماهير فريق الجيش الملكي ان اليوم تلعب الدور ديالها يعني امام فريق ماميلودي سان داونز, لان كنعرفوا بان الجمهور هو اللاعب رقم 12. فاحنا بغينا اليوم علاش لا فريق الجيش الملكي اليوم مادام هو اللي لعب ارض ميدانه انه يعني ينتصر وياخذ 3 بوان, لان هذيك 3 بوان غتنفس شويه فريق الرجاء الرياضي, لان الرجاء غادي يبقاو في مواجهه مباشره براج مع فريق ماميلودي سان داونز. الى انتصروا عليهم وحاولوا انهم على الاقل ياخذوا تعادل وينتصروا هنا يعني في المغرب, فغتكون نتيجه ايجابيه بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي. اليوم الجيش الملكي التركيبه البشريه ديالو تختلف كثيرا على التركيبه البشريه ديال الرجاء, يعني باش نكونوا متفقين يعني اليوم فريق الجيش عنده تركيبه من احسن التركيبات البشريه اللي كاينين في المغرب زائد النهضه البركانيه. فواش نقدروا نقولوا بان الجيش اليوم قادره انها تنتصر امام فريق ماميلودي سان داونز؟ واشوف الا لاحظتي الماتش ديال لي فار والرجاء ولا الماتش اللي كانوا يلعبوا لي فار مع السوالم في البطوله الوطنيه, غتلاحظ بان اللاعبين ديال الجيش الملكي ولاو كيعرفوا يربحوا لي ماتش. نعم ماشي بالضروره انني نستحوادهم, الا وليت كنعرف نربح لي ماتش, وهذا الشيء ما كيجيش بين الليل وضحاها, راه كاين واحد التجربه وكاين واحد الاستقرار وكاين راه طاحوا ناضوا في الافريك كاينه عامين دابا طاحوا ناضوا في الافريك وراه كتاخذ تجربه كتاخذ اكسبيريونس ولاو كيعرفوا يتعاملوا باش تربح الراجا بجوج زيرو في العربي الزاولي قدام هذاك الجمهور بطبيعه الحال ماشي سهل باش تربح الراجا تما بجوج زيرو في العربي الزاولي وقدام هذاك الجمهور. وما نساوش بان الراجا ما كانوش خايبين في الماتش ديال الجيش نعم. ولكن اللعابه ديال الجيش كنلاحظوهم بانهم خذوا واحد الخبره وخذوا واحد الاكسبيريونس ولاو عرفوا يجيروا لي ماتش ديالهم بدلوا غادي. راك تلاحظ ملي ماركاو لي فار الماتش ديالهم كونتر الرجاء ملي ماركاو البيت الاول كان واحد الضغط الرجاء وحاولوا يرجعوا في الماتش عرفوا يمسكوا النجاري هو اللي دار هو اللي بدا الضغط يعني بداك هو عرفوا يمسكوا الحماس ديالهم وعرفوا يمسكوا الحماس ديال الجمهور. وراه هذا الشيء راه كيبان اللي ساهل على اللي حاطق هو كحلاو كيتفرج متفق معاك سبعه دراهم ولا فهمتيني. اما هي راه صعيبه راه شوف فريق الجيش الملكي بالنسبه لي انا ممكن 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 يقدروا يديو حتى اللقب شويه ديال التركيز لا كونسونطراسيون الجيش موجودين باش يديو اللقب وكنتمنى لهم حد موفق هما والراجا ان شاء الله بغيتهم يدوزوا بجوج. وهذا الشيء شوف هذا الشيء بطبيعه الحال حنا اللي كنتمناوه لان فريق الجيش ولا الراجا ولا بركان
فلاعبين على الدرابو ديال البلاد اليوم. اليوم نسى الانتماء ديال المدينه ديالك، نسى كل شيء، لان اليوم الرساله ايضا كيف ما وجهتها للجماهير ديال فريق الجيش الملكي، لان الوداد فاش كانت كدير البطولات والرجاء حتى هي فاش كانت دات البطولات، راه كنقولوا بان الجمهور كان كيلعب واحد الدور كبير وكبير بزاف. اليوم الجماهير العسكريه بالرغم الاكراه اللي كاين ديال انهم ما لاعبينش في الرباط، ولكن كنتمنوا ان التنقلات تكون تنقلات يعني ما فيها لا صداع لا مشاكل، تكون منظمه في التيران، يديروا الضغط على فريق ماميلودي سانداونز، لان ماميلودي سانداونز انا كيجيني بحال بركان هذا العام. ماميلودي سانداونز كيلعب خارج تيرانو احسن من تيرانو بزاف، لان النتائج ديال الفريق فدائما كتلقاه كينتصر خارج الميدان، وداخل الميدان كتلقاه ديما مرتبك. وهادشي لاحظناه، يعني راه لاحظناه هنا في مركب محمد الخامس ملي كان كيلعب كونتر الوداد، شتي يعني ماميلودي كيلعب متحرر، ما عندوش هذيك اللعبه غير يرجع اللور ولا غيدير لك بلوك ولا تشوف القيمه التسويقيه ديالهم. فؤاد راه قيمه التسويقيه كبيره، ما نساوش رقصونا في كاس افريقيا بيان سور، ولايف راه حايز على كاس سوبر الافريقي، فريق متمرس في الكأس الإفريقية. نتمنى أنه الجماهير الجيش الملكي كما قلت شافوها تنقل، ونتمنى الشفاء العاجل للجماهير اللي تعرضت للحادث السير، لأنه شفنا في نهاية الأسبوع يعني أمام السوالم انتصار ديال الفريق الجيش الملكي بحضور الجماهير والتنقل ديالها خلا من مدينة برشيد فتعرضوا للحادث السير. نتمنى أنه الجماهير تنقل في أمن وآمان ويوصلوا لديورهم الأهم ويوصلوا سالمين. فتحية للجماهير، وتحية للجماهير كذلك الرجوية اللي ساندت أو تبرعت بالدم ديالها للهدف في بادرة طيبة في رؤساء الجمعية ديال المناصرين ديال الفريقين، وكذلك المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي، فبادرة طيبة نشوف هذا الشيء. هذا الشيء كيبغي نوصل بأنه العلاقات ما بين الفرق المغربية خاصة تبقى دائما في هذه العلاقات الروح الرياضية. وهنا نتمنى أنه الجيش الملكي يحقق تأهل كما قال كذلك فخر الدين والرجاء رفقة الرجاء الرياضي، وهذا الشيء اللي كنتمناه بطبيعة الحال، لأن الأغلبية فاش دارت القرعة كل شيء كان مشى مع ماميلودي سانداونز، كيقولوا بأن هي يعني الفافوري في هاد البطولة. لكن الفرق المغربية فعودتنا دائما على التحدي. فريق الجيش الملكي اليوم عنده 3 نقاط، الفوز ديال اليوم غيخليه أنه يلعب بأريحية باقي الجولات، خاصة أنه غيكون باقي عنده 2 ديال المباريات مع فريق مانيما، اللي كنقول بأن الجيش قادرة أنها تربح هذا الفريق ذهابا وإيابا، لأن إلا لكانت شي مفاجأة اللي ماشي تلهيه. ولكن بالمستوى اللي شفنا اليوم فأنا كنقولها وكنعودها، فسابينتو اليوم ولا يضيع على فريق الرجاء 2 نقاط مشات لينا يعني الفريق الرجاء. فكنتمنى ان الجيش مزيان يشوفوا هذا اللقاء هذا، لان اليوم اللي ممكن ان غيخدموا على الفرق بجوج، وهي ان اليوم الجيش بطبيعة الحال غيكونوا تابعوا المباراة ديال الرجاء وفريق مانيما وغيتعرفوا على مانيما اكثر، وايضا فريق الرجاء اليوم اللي غادي يشاهدوا اليوم المباراة ديال فريق سان داونز مع الجيش، وغيشوفوا الطريقة كيفاش كيلعب هذا الفريق. نتائج اليوم اللي تسجلت ايضا، ففريق اورلاندو بيراتس اللي تعادل مع فريق الاهلي المصري بجنوب افريقيا ب0-0، ايضا كيف ما ذكرنا مانيما الكونغولي 1-1 مع الرجاء، ستاد ابيجون ديال كوت ديفوار اللي حتى الان باقي التعادل مع فريق شباب الرياضي بالوزداد 0-0 حتى لدابا 20 دقيقة، والجيش اللي غيلعب مع فريق ماميلودي سان داونز مع 8، وايضا في نفس التوقيت مولودية الجزائر اللي غتلعب مع فريق يونغ افريكانز التنزاني مع 8 ديال العشية ان شاء الله. وهادو لقاءات اللي يعني كيندارجو ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات دوري ابطال افريقيا. الان نسدو دوري ابطال افريقيا وغنفتحو قرعة كأس العالم للأندية 2025. يوسف المان سيتي متعادلة مع كريستال بالاس خارج الميدان 1-1. شحال مزيان هاد الباس اللي عطيت، الباس طويل عطيت باس من هنا للانجليز. واش نقول لك، كانت فرجة صراحة. اليوم الخميس كان خميسكم ورد،
ما نقول لك اللي كاين عاجي ديك الحفله صاحبي من السبعة عرفتي باش تشوف درابو ديال الفرقه المغربيه ابار درابو الحفل كيفاش كان يعني الحفل وزين وداك لا سوريز اللي كان نقولوا انه فوق هذاك الكعك ديال الدرابو ديال اللوغو ديال الوداد مرصع بخمس نجوم جميله جدا فكانت يعني خلت انه لاعبين القدامى كان حضور الرئيس ايس منه كذلك رفقه النيب نور الدين كذلك خرج حسين لانه في اي وقت او اي كلمه كتعطاه كيشيد بفريق الوداد وتشريف الكره المغربيه كذلك التقديم اللي كان ديال بيرو صراحه كنشوفوا لاعب تقديم رائع لاعب وكنشوفوا بهذاك فجميل جدا انه يكون المغرب ممثل بفريق الوداد الرياضي وهذا هو الثمار ديال واحد المجهود طيله 10 سنين من قلت قبيله ديال غزو قاره افريقيا كرويا ففريق الوداد الرياضي حصل على القاب 2017 و2022 هذا 2022 لانها حقت لي هذه المشاركه ما ننساوش انني يعني الجماهير ما تتنساش الخير ما تتنساش السيد اللي كان من بين الاسباب ديال هذا التالق هو سعيد النصيري اللي الله يفك سراحه في هذا الوقت هذا كذلك اللاعبين اللي مروا من الجيل ديال نصير النقاش كذلك جلال الداودي حسوني يعني هاد اللاعبين اللي بذلوا مجهود كذلك الناخب الوطني وليد الركراكي اللي كان من بين الاسباب انه ياخذ العريضه التقنيه ديال المنتخب الوطني والوداد هالوداد كذلك بسببه كتشارك في كأس العالم للأندية فهناك رجالات حقوا هذا الإنجاز نتمنى هاد الناس هادو اللي غيمثلوا الوداد الرياضي في هاد التظاهرة العالمية انهم يمثلوا احسن تمثيل لانها امانة من هاد الجيل اللي سبق وحقق لهم هاد الهدف باش يجنوا الثمار ديال هاد الالقاب هادي هو هاد المسألة هادي اللي كنتكلموا فيها ديال القرعة ونذكروا فقط بالمجموعات فالمجموعة الاولى اللي فيها بالميراس بورتو الاهلي وانتر ميامي المجموعة الثانية باريس سان جيرمان اتلتيكو مدريد بوتافوغو سياتل الامريكي ايضا المجموعه الثالثه بايرن ميونخ بنفيكا بوكا جونيورز اوكلاند سيتي المجموعه الرابعه فلامينغو تشيلسي ليون المكسيكي والترجي المجموعه الخامسه ريفر بليت انتر ميلان مونتيري واورا وريد ايضا المجموعه السادسه فلومينينزي بروسيا دورتموند سان داونز واولسان المجموعه السابعه مانشستر سيتي يوفنتوس الوداد والعين والمجموعه الثامنه ريال مدريد سالزبورغ الهلال باتشو كنمشيو مجموعة بمجموعة وبزاف الناس مواقع التواصل كيقولك الله يعطينا زهر الأهلي لأن بزاف كيقولك بأن الأهلي طاحوا في مجموعة اللي ما صعيباش بزاف وقدروا أنهم يدوزوا منها مع بالميراس البرازيلي بورتو البرتغالي وإنتر ميامي ومعها ليونيل ميسي كيف ما كنقول مع ميسي سالينا صاحبي نقول مع ميسي وميسي وبوسكيز وألا وجوري ألبا وستوي سواريز هذاك بعدا ضمنوا ياخذوا توني هذه حاجه مهم انك تلعب امام هاد العمالقه ديال كره القدم مجموعات متباينه كنظن انه اي مجموعه باش نقولوا لا الا تكلمنا دابا هاد المجموعه الاولى هذه كيفاش كتشوفها بالميراس بورتو الاهلي انتر ميامي بالميراس كيبقى فريق من بين الفرق اللي دائما كتشارك وكتعطي تتشرف الكره البرازيليه ففريق دائما كيحقق القاب خارج الديار بورتو كذلك من العلامات المسجله اللي كنقول ديال الدوري البرتغالي هو بنفيكا اهلي كيبقى هو نقول انا هو اكبر عدد الالقاب الافريقيه دائما انتر ميلان يعني غيكون او انتر ميامي غيكون بين الفرق المستضيفه لهذا الكاس العالم ومعهم يعني اعظم لاعبين اللي دازوا في تاريخ كره القدم ميسي فميسي يعني المشاركه ديال انتر ميامي راه بسبب ميسي بطبيعه الحال هنا فاش كنتكلموا على المجموعه الاولى وسمحوا لي غندير واحد القوس لان بغيت نجاوب على واحد التعليق وبطبيعه الحال واحد التعليق اللي كنشوفه دابا في اللايف اللي كيقول لك اودي احنا بثلاثه وداديين وبان احنا كنتحاملوا على فريق الرجاء الرياضي وكنبينوا الانتماء ديالنا
اولا انا باش بلا ما نقولك انا ماشي ودادي باش نقولك هذا المسال. واليوم فاش كنتكلموا على الوداد او الرجاء او الجيش او بركان او اي فريق، فاحنا اليوم كنتكلموا على فريق مغربي بالدرجه الاولى، كنساو الانتماء، احنا ما مع حتى واحد. احنا اليوم ملي كنتكلموا على الرجاء فاحنا كنتكلموا بحرقه على فريق الرجاء، لان اليوم ملي كنتكلم على الرجاء انا كنتكلم على تاريخ ديال واحد الفريق اللي وصل العالمية ولعب في مباريات اللي كبيرة، ومني كنشوفه اليوم وآخر هالموسم الماضي اللي يعني دوا واحد يعني بطولات اللي بدون أو جوج الألقاب بدون هزيمة. فاحنا بالعكس يعني أنا بغيت نوقف على هذه المسألة هذه باش ما يفهمش البعض أن مني كنتكلموا على فريق الرجاء بهالطريقة، راه لو كان في أي فريق في بلاصة فريق الرجاء بهذا المسار اللي كاين دابا فاحنا غنتكلموا عليه والعادي جدا، لان اليوم هذا الفريق ما كيلعبش وما كيمثلش راسو، ما كيمثلش مدينته، اليوم كيمثل الدرابو ديال المغرب. وحنا فاش كندويو في هذه المساله على الرجاء، الحلم ديالنا هو نشوفوا الجيش والرجاء فينال هذه السنه هذه، علاش لا؟ لان هذا هو المساله اللي بغيت غير نوضح باش يفهمونا حنا. حنا منذ بدايه الحلقه راه كنناقشوا تنحلوا المقابله ديال كاس عصبه الابطال اللي لعبها فريق الرجاء الرياض، وكنا دائما تمنينا انه الفريق يحقق، قلنا يعني هو يعني من يعني يريد التعليق من اجل التعليق غير باش يعرف انه قد يكون جمع وسط الحلقه او مع الكلام انه كنقولوا، ولكن راه ضروري اننا ننتقدوا الفريق، لانه الى اين هذا الفريق مع الاداء الكارثي اللي شفنا اليوم؟ انا السؤال هذا خصو نطرحه، لان اي واحد ماشي ما كنتكلموش غير يكون رجاوي، ولكن تكون متتبع لكره القدم الوطنيه، راه ملي كتكون الرجاء في الطوب ديالها والوداد في الطوب ديالها وبركان في الطوب والجيش في الطوب وعدد من الفرق، فهذا كيرفع من النسق ومن المستوى ديال البطوله الوطنيه الاحترافيه. وحنا علاش لا بغينا نرجعوا نشوفوا كاس سوبر مغربي يعني السوبر الافريقي كيف ما تلعب ما بين فريق الوداد وفريق النهضه البركانيه. هاد السنه من حقنا اننا نحلموا ويكون عندنا ايضا سوبر افريقي، علاش؟ لان باش ندعموا حتى المسار اللي غادي فيه بلادنا اليوم، لان كوب دافريكا هو قريب، شفنا الاستعداد اللي كاينه ديال كاس العالم، جايه كاس العالم الانديه، غتكون كاس العالم للفتيات، يعني كاين بزاف ديال التظاهرات اليوم اللي كتنظمها بلادنا، فخاص حتى الفرق اليوم يواكبوا هاد التطور اللي كاين في بلادنا. اذا المستمعين وصلنا لوقت الفاصل، نمشيو ليه باش نرجعوا نكملوا المجموعات السبعه اللي باقي لنا ديال كاس العالم للانديه 2025. دائما مواصلين معكم مستمعينا مباشره على اصوات برنامجكم اصوات الرياضه، والحديث اليوم حول يعني في هذا الجزء الثاني حول القرعه ديال كاس العالم للانديه 2025 اللي دارت نهار الخميس، وبطبيعه الحال يعني كنا تبعنا النتائج ديالها. تكلمنا على الاهلي المصري اللي كان في المجموعه الاولى مع فريق بالميراس وايضا بورتو انتر ميامي. نتكلموا الان على المجموعه الثانيه واللي كتبان لي انا حتى هي مجموعه ماشي ديال الموت، مجموعه اللي صعيبه بزاف. باريس سان جيرمان الفرنسي، اتلتيكو مدريد الاسباني، بوتافوغو الحامل اللقب ديال كوبا ليبرتادوريس مع سياتل صاحب الارض والجمهور. فخر الدين كيفاش كتشوف هذه المجموعه؟ مدارس كره القدم، مدارس مختلفه، يعني اربعه ديال المدارس اللي في مجموعه واحده. سياتل غادي تلعب كونتر فرقه اللي هي صاحبه الارض والجمهور، غادي يكون عندهم الجمهور كيعاونهم، غادي يكون بزاف ديال الامور. كتهضر مثلا على الفريق البرازيلي بوتافوغو، فريق اللي مدي كوبا ليبرتادوريس، يلا جاي في الجهد ديالو دابا كوبا ليبرتادوريس، يعني ماشي فريق اللي سهل. وراه تفرجنا، انا تفرجت في الماتش ديال الفينال، راه لعبوا ماتش ماتش واعر، ما اولا كتلعب بنقص عددي وما كيبانش هذاك النقص العددي، لا اشاعه عندهم من النقص العددي، لا النقص العددي كيف قلتي انت اشاعه. ناس في الهونيفو تبدل، وكره القدم البرازيليه تبدلات، راح كاين واحد التغيير، الناس لونغاجمون فيزيك اللي ما كانش شحال هذه، ولا لونغاجمون فيزيك، ولا ترافاي تاكتيك، ولاو عندهم مدربين. كره القدم البرازيليه كان مدربين برازيليين ما كيما المهم ما كيديرش ديك البلوك ولا يبقى ساد عليك، كيخلي بالعكس هو كيبغي كره تبقى تلعب. لا دابا لا تبدلات الامور في كره القدم البرازيليه، وسيرتو بوتافوغو تفرجت فيهم مقابله النهائيه، فريق اللي محترم
بغا نهضروا عاوتاني على بي اس جي راه الاسم كيهضر على راسو لاتليتيكو مدريد راه هي لاتليتيكو مدريد غادا تكون مجموعه ناريه وانا كنتوقع انا من وجهه النظر ديالي غادا تكون اتليتيكو مدريد بوتافوغو اتليتيكو يعني باريس سان جيرمان غادا تقفى يوسف اش مالك في هذه المجموعه مجموعه ديال شكون اللي غيدوز تس غيدوز ما كاينش انا غيدوز هو الجمهور الجمهور اللي يتفرج ماتش زوينه صراحه يعني بوتافوغو ولا سياتل ولا اتلتيكو كيبقى يعني مدارس اوروبيه كتبقى يعني دائما نحطو في كلاس ان وكتبقى الجاهزيه ديال الفرق في ديك الفتره الفرق لانه ناصر الخليفي تنظم ساو تشاي استمر في الفريق ديالو بطبيعه الحال انه بعد ذهاب بابي شفنا ان الفريق وانا تنشوفو غيكون لاعب مغربي حكيمي مجموعات تكون مجموعه انا شوف راه باش نلخص لك كاع المجموعات كاع المجموعات كلهم كبار اي واحد جلد كوب دي موند راه فريق كبير ويستحق انه يحضر الكوب دي موند هي هذه المساله هذه ديال الكوب دي موند هي كاينين ماتشات زوينين وحتى الطريقه باش دارت القرعه فعجبتني لان دارت واحد التوزيع ديال الفرق اللي بواحد الطريقه عادله وطريقه اللي ممكن نشوفوا فيها مدارس كرويه كاين واحد التوازن نعم. حيت ملي كتلاحظ اغلبيه ديال المجموعات كيبان كاين واحد التوازن كاين ثلاثه الفرق يتضاربوا على بلا ولا اربعه فرق ولا كيف قال يوسف واحد الكلمه اللي راه ما كاينش شي فريق ضعيف ما يمكنش غادي تلعب كاس العالم للانديه وانت ضعيف نعم هذه الخلاصه نتكلموا ايضا على المجموعه الاخرى المجموعه الثالثه بايرن ميونخ بنفيكا بوكا جونيورز اوكلاند سيتي هذه ديما كتشارك هذا السؤال مطروح هذا السؤال كاينين بوحدهم في ديك الاسئله هذو كيجيو وغيجيو يعني غيجيو يعني كاس العالم المقبله يعني زارو مزيان في كوب دي موند كيتخصاهم الاولين نتمنى انه كاينين بوحدهم كيلعبوا لا دابا هو اوقيانوسيا هذه الفريق يبداو يلعبوا معاهم براج لانه ما يمكنش اوكلاند سيتي دائما غتبقى تشارك هي الفريق الوحيد وقال اللي شارك في كاع النسخ ديال كاس العالم واش هما اللي كينظموها واش هما مول البالون هذاك اللي عنده البالون هي مولتيران والبالون هنا يعني مجموعه اللي الا حيدنا اوكلاند سيتي اللي كنظن معنا صعيب عليها تنتصر في هاد الثلاثه ديال لي ماتش اللي عندها فكاينين واحد ثلاثة الفروق اللي بتاريخ كبير كنتكلم على البايرن ميونخ كنتكلم على بنفيكا وكنتكلم على البوكا جونيورز البوكا جونيورز الجماهير غتكون راه تتنقل دائما بايرن ميونخ كيبقى الفريق اول مرشح رقم واحد باش يدوز واحد صراحة مجموعة غتشوف فيها يعني مزيج ديال مقابلات فيها المتعة فيها التكتيك حاضر وفيها غيكونوا اهداف جميع المقابلات انا نكون في هذه المجموعه فخر الدين اش مالك شكون اللي غادي يوصف هذا الجروب بايرن بنفيكا بوكا جونيورز اوكلاند سيتي بايرن بوكا جونيورز بايرن اذا بنفيكا بانت لك كنقول المهم اذا باقي شهر 6 ان شاء الله ونشوفوا باذن الله المجموعه 4 فلامينغو تشيلسي ليون المكسيكي والترجي التونسي ممثل القاره الافريقيه ترجي غيكون عنده ماتشات صعاب لان كنعرفوا فلامينغو فريق برازيلي الكره البرازيليه اللي تطورت بزاف فلامينغو ترجي وتشيلسي وليون المكسيكي وليون المكسيكي المهم انا ما عنديش شي اخبار ما شي معلومات على ليون المكسيكي ترجي كيبقى فريق كبير منافسات كبيره غادي وكنعرفوا كره القدم التونسيه كاين واحد انضباط تكتيكي نعم. واحد المقابلات هادو كيبغيو واحد انضباط حتى الحضور البدني كيكون قوي انضباط تكتيكي انا ما كنتش شوف التكتيك الا ما كنتيش فيزيكمون مزيان ما عمرك غادي تكون تكتيكمون مزيان حيت راه كيف قلت لكم ديك المره انضباط تكتيكي التكتيك كتلعب بلا بالون بزاف وبلا بالون خصك تكون فيزيكمون حاضر وذهنيا خصك تكون حاضر يعني كيكون واحد التركيز كبير والفرق التونسيه فرق اللي واللي كنعرفوا مدرسه التونسيه مدرسه اللي معروفه بالانضباط التكتيكي ديالها واخا غادي نقولوا بان مجموعه صعيبه ولكن عند ترجي عندهم فرصه فين يدوزوا كاين زعما عندهم فين يدوزوا الدوزيام تور في هذا الجروب هذا نعم يوسف اش بالك شكون اللي غيدوز فلامينغو تشيلسي ليون المكسيك والترجي باش نقول انا دائما ما كنعطيش يعني الفافوري ولكن كنقول يعني الترجي جا في مجموعه نقولوا
حتى هو مجموعة صعيبة. الماتش الأول غيكون عندهم مع ليون والمكسيك، مدارس مختلفة. إلا قلنا المدرسة الأوروبية ممثلة بتشيلسي، وكذلك الفرق المكسيكية كتكون عندها يعني كيكونوا رقيقين كما نقولوا بلغة الكرة، لا كيكونوا كويرية الفرق المكسيكية. ومونتيري كمثال كنشوف يعني الفريق البرازيلي كذلك، يعني صعيبه المجموعه عند تكهن بشكون اللي غيدوز، لان حتى تشيلسي يعني ماشي في داك المستوى الكبير ديال الفريق، ما كيكونوش مستوى كيلعبوا كيكون المستوى اخر. واخا نمشيو للمجموعه الخامسه، ريفر بلايت، انتر ميلان، مونتيري واوراوا. هنا جروب كيبان ليا الانتر اللي لا الانتر كتبقى هي الفافوري في هاد المجموعه. وكنظن انا رايي غيبقى الصراع ما بين فريق ريفر بلايت ومونتيري، وحتى اوراوا فريق اللي ما نحكروش لان الكره اليابانيه. اوراواريس الفرقه اللي تفرجت فيهم هذا العام، هذا فريق لي رابيد، لعاب عندهم رابيد، عندهم لا ترانزيسيون رابيد فيها، تقنيا عندهم لعابه غرون كاليبر. يعني فريق اوراوا ماشي فريق اللي متفق معاه، فريق اللي ماشي سهل. اللي كره القدم اليابانيه اكين دو نيفو. هذه مجموعه كتبان لي الانتر ممكن تدوز الاولى، هذا رايي. ولكن ريفر بلايت ومونتيري اوراوا غيكون بيناتهم. شوف كيف قال يوسف كنحطوا كره القدم الاوروبيه بطبيعه الحال، المدرسه الاوروبيه بوحده، وعاد كنبداو الحساب. يعني الفرق الاوروبيه هربانه بلو ريتم، لاعبين في غران كاليبر، مستوى عالي، كيدير لك الفرق، كاين لعابه كيديروا الفرق. الفرق الاخرى مثلا الكره القدم الافريقيه او الاسيويه كتعتمد على المسائل التكتيكيه، على مدرب، خصو كتسنى مدرب هو اللي يدير لك الفرق. مثلا كنقولوا مثلا غي ميامي فريق ديال امريكا، راه كيتسناو ميسي ولا ميسي والمدرب هذا هو اللي غادي يدير لك الحل. الفرق مثلا الافريقيه او لا ترجي الوداد، راه كتسنى المدرب هو اللي غيدير لك الحل. يعني ما يمكنش تعول على لعاب ولا جوج. المجموعه السادسه، فلومينينزي، بروسيا دورتموند، ماميلو دي سان داونز الجنوبي افريقي، اولسان الكوري الجنوبي. اش بان لكم في هذه المجموعه؟ فيها سان داونز لعبه دابا ما تجيش مع الثمانيه، لا حتى هي عندها ماتشات كتكون صعيبه بزاف. فلومينينزي ودورتموند اولسان بلوز او موان نقولوا انه اولسان هو الفريق اللي نقولوا ماشي مغمور، ولكن الفريق انا قلتها كبيره، كنبقى نقولها ونعاودها. اي فريق جا لهنا راه فريق كبير، متفق معك. سان داونز كيبقى انه مزيان ما جاش مع الوداد، لانه ديما كيجي مع الوداد. فهذه هي السر ديال كيفاش تقادت القرعه. نعم بطريقه هذه اللي قلتوها قبيله، لانه بغينا عصبه الابطال، علاش تجي الجيش مع الرجاء؟ علاش ما يديروش هذه القضيه انه نفس البلد يحاولوا يربحوا؟ يعني يكون عندك بزاف ديال يعني الاحتمالات ديال ماشي الاحتمالات، ولكن غنقول انه تكافؤ الفرص بالنسبه للبلدان كامله. يعني بلد مشارك بجوج فرق، فحال دابا نمشيو للمولوديه الجزائر وشباب الوجدات ماشي في نفس المجموعه. نعم. اذا انت الجيش خاصها ما تكونش مع الرجاء في المجموعه، باش يكون عندك اكبر عدد من الاحتمالات باش تمر الدور الموالي. فهذه خلاتنا نرجعوا لعصبه الابطال اللي هي السبب اللي خلات الوداد الرياضي والجيش او الترجي وسان داونز والاهلي باش يجيو لهذا الكاس. نعم. هنا غادي نمشيو نتكلموا دائما في هذا الاطار. المجموعه السابعه، مانشستر سيتي، اليوفي، الوداد، العين. فكنظن بان الوداد عندها مهمه صعبه، خاصه انها غتبدا الماتش الاول كونتر مانشستر سيتي، ومن وراها الماتش الثاني كونتر اليوفي، عاد الماتش الثالث اللي غيكون كونتر العين. غنبدا من عندك فخر الدين، كيفاش كتشوف هاد لي ماتش هاد؟ وشوف قبل ما نهضر لك على لي ماتش، انا غادي نهضر لك على الوداد. خص يكون واحد التسويق، وخص يكون واحد الربح قبل من هاد لا كومبيتيسيون. نعم. توصل غير هاد الجروب هذا راه ربح، الا عرفتي تستثمر فيه راه ربح عليك. اول حاجه لا كوب دي موند هي واحد الفيترينا اللي اي لاعب يتمنى يسوق راسو فيها. طبيعه الحال يعني خصك تحاول تجلب لاعبين مستوى عالي اللي غيغريهم لا كوب دي موند الانديه باش انهم يسوقوا نفسهم ويلعبوا في فرق كبرى، اكبر من الوداد. فريق الوداد كبير، ولكن باش تمشي مثلا تحترف تلعب في الاوروب، تلعب في الدوري الفرنسي والاسباني والانجليزي، ما كاينش شي فرصه احسن من لا كوب دي موند. هذه واحد التسويق الاعلامي
حتى هو خصنا نحاولوا نستافدوا منه. الصوره ديال الفرقه تزيد اشعاع في اوروبا او في دول العالم كاملين. الا غادي نجيو للكره، الكره ما شوف باش نبقاو واقعيين، كاين كيف كنقول انا كاين الكات كات وكاين المازيراتي. كات كات مزيان ما نذكروا نيمار. المهم كاين نيفواج، كاين نيفواج مستويات. نعم. كاين مستويات باش غادي تلعب كونتر مانشستر سيتي ولا غادي تلعب كونتر لا يوفي ولا حتى العيل الاماراتي، راه غنديروا عام مقارنه مع العيل الاماراتي. العيل الاماراتي مازال دابا راه كيبدلوا في الفرقه تقريبا كامله. القيمه السوقيه والقيمه السوقيه ديال اللاعبين ديال وحنا راه وداديين مثلا، انا ودادي ولا اي واحد ودادي راه كيقول لك انا فرقتي احسن فرقه في العالم، ولكن نحطوا الواقع، نهضروا في الواقع. القيمه السوقيه ديال اللاعبين ديال العين الاماراتي ماشي هي ديال الوداد اولا ديال السيتي وهذوك اليوفي كاع ما نهضروا عليهم. يعني شرف كبير ان الوداد، ماشي هادشي ما كيعنيش اننا ما خصناش ندافعوا على الحدود ديالنا، خصنا ندافعوا على الحدود ديالنا وخصنا نزيدوا لاعبين بزاف، ولكن المطلوب من اللاعبين انهم يلعبوا بلا ضغوط. ما كاينش ضغوط على الضغوط. وانت لاعب كونتر مانشستر سيتي راه ما زعما ما كاين حتى شي ضغوط. علاش غنتضغط انا؟ انا كنحاول نسوق نفسي بعدا. انا كيف قلت لك راه فيترينا هذه، كنحاول قبل ما نسوق نفسي خصني نجيب لا فورم باش نلعب هذيك الكومبيتيسيون ونكون في المستوى المطلوب. يعني هنا خص راه اللعاب راه خص يهزوا لو ريتم، لونترينور خص يهز لو ريتم. راه دابا راه خصك تزيد 96% ولا 100% خصك تهز الريتم ديال بصح باش تكون موجود في هذه الكومبيتيسيون غير باش تشرف كره القدم الوطنيه واسم ديال الوداد البيضاء. متفق معاك، لان ماتشات بحال كونتر مانشستر سيتي واليوفي راه ما غيتعاودوش العام الجاي ولا العام اللي موراه. صعيب انك تعاود تلاقى مع هاد الفرق في مباريات رسميه. وبطبيعه الحال اليوم يعني اي لاعب غيكون لاعب بالتوني ديال الوداد راه المساله اللي كنضحكوا في هاد الامور. شفنا مواقع التواصل الاجتماعي الناس شي شاد في شي وكيضحكوا، ولكن اليوم الوداد راه كيف ما ذكرنا الرجاء وتكلمنا على الجيش وتكلمنا على بركان، اليوم الوداد راه ما سميتوش الوداد الرياضي ولا الوداد البيضاوي، اليوم الوداد المغربي. لان راه في القرعه راه تقالت الوداد المغربي. يعني اليوم اللاعبين راه عندهم واحد الحمل اللي غادي يمشيو يتقاتلوا. انهزمتي او لا تعادلتي او لا فزتي هذه كتبقى كره القدم، هذه عاديه جدا، المهم هو دير اللي عليك. فؤاد باش نكونوا واضحين، راه هذاك المجموعه مثلا جي ولا مجموعه كيفاش محطوطه، فيها مانشستر فيها الوداد وفيها يعني العين وجوفنتوس، راه خصنا نسوقوا كما قال فخر الدين. نعم. فراه خصنا نسوقوا هذاك هاد المجموعه للفريق الوداد الرياضي، لانه من هنا الاربعاء 18 نوفمبر اللي يتلعب اول ماتش في فيلادلفيا، ف يعني معروف امتى تلعب وفين تلعب والجماهير عارفه كيفاش غتمشي، وعلى الجماهير غتمشي والجاليه يعني الجاليه المغربيه غتكون بزاف. المغرب الجماهير ديالو حاضره في اي مكان، راه مدغشقر ومشاو ليها، يعني اي حاجه غيكونوا الجماهير كتساند الوداد الرياضي. اللاعبين اللي غيلعبوا مع الوداد اللي غيكونوا ديك الساعه في السكواد، فراه عندهم للتاريخ، انه للتاريخ اول بطوله بهذا الحجم. المدرب حقق الحلم ديالو انه غينزل الايدل ديالو، ولكن خصو يحقق الحلم ديال المغاربه، لانه جاته فرصه انه يكون فخر الجماهير الوداديه، جاته فرصه انه يحقق الفوز تلميذ امام الاستاذ، جاتو الفرصة أنه يحقق واحد الداد ديالو في المشروع ديالو مع فريق الوداد الرياضي، لأنه مازال عنده شهور الخدمة، مازال أنه الوداد خصو يلقى التوليفة المثالية اللي غيلعبها كوميدي بوند. فشفنا بعض التصاريح ديال اللاعبين اللي وشفنا المباشر كيفاش تفاعلوا مع القرعة، ولكن راه كيبقى اي نادر الحلم ديالو، اي لاعب الحلم ديالو يلعب مع الوداد الرياضي. وهذه القرعه هذه كنظن بانها كتموتيفي اللاعب قبل ما يمشي، لان اليوم الا تكلمنا، والبعض ما كيبغيناش نجبدوا هذه المقارنه، وهي الا تكلمنا على المنتخب الوطني المغربي في كوب دي موند في قطر، حتى شي واحد ما كان كيراهن على المنتخب، لان الماتش الاول اللي لعبنا كونتر كرواتيا راه الكل كان كيقول لك ورجعنا وما لعبناش، ولكن ملي لعبنا كونتر منتخب اللي كبير منتخب بلجيكي راه حتى واحد ما كان كيراهن على المنتخب انه غينتصر بجوج زيرو. وملي مشينا نلعبوا مع الاسبان راه الاغلبيه كيقول لك وحدنا هنا
وصافي وشفنا كيفاش انتصرنا، وايضا شفنا كيفاش انتصرنا على البرتغال، وكيفاش كنا غننتصروا على المنتخب الفرنسي لولا بزاف ديال الامور اللي وقعت في داك الماتش. راه النيه هنا هنا فاش كنتكلموا على ان راه في كره القدم، كره القدم راه ماشي شي حاجه منزله اللي كره القدم على حسابات كاين بزاف على حساب انت كيفاش غتكون يا اداء امام مانشستر سيتي. اذا كان اداء جيد فغيكون مفاجاه للجميع، هادشي اللي بغينا. غيبقى انه فريق وداد يحقه في المفاجاه، يعني يحقه انه يفاجئ الاخر، ومازال الوقت من كل الوقت انه يكون تسويق النادي، لانه ما عرفتش الوقت لانه مدركين بيان سور بالوقت، ولكن باش ما نطولش انه الوداد الرياضي الا ما استفدت من التسويق من هاد يعني هاد المسابقه والمستشار اللي يكون مع فريق الوداد الرياضي خصو يكون مستشار بحجم هذه المسابقه، واللي غيدخ في الميزانيه ديال الفريق اموال اللي غتساعده من اجل يعني الرجوع ما نقول لي يعني نقول يعني ايجابيات او الارباح من هذه المسابقه، لان الارباح خصها تكون عباره عن ماشي غير فلوس، عباره عن بنيه تحتيه، لانه الوداد بحاجه، لان عندك مركب ويلنيس، عندك مركب من جلون، عندك ملعب العربي مبارك اللي في المدينه خصنا نستغلوه، فهادو كاملين خص التاثير ديالهم، خص اعاده التهيئه ديالهم، هذا هما الاهداف من هذه البطوله، لانه غترفعك من مكان المكان. انا نقول لك واحد المساله يوسف، كوب دي موند راه بوحدو، ولكن انا بالنسبه لي الاهم اليوم هو ان الوداد ضمن المشاركه ديالها في عصبه ابطال افريقيا هذا الموسم. الا ما ضمناتش هذا الشيء راه الشيء كامل اللي غدير في كوب دي موند من بعد راه ما غيليق لك الوالو، لان اليوم الهدف الاول اللي خصو يتحقق في الوداد ان الوداد ضمن مكان ديالها يعني في عصبه ابطال افريقيا، لان من بعد الكوب دي موند الاستثمار غادي يجي العوده القاريه، وانهم اليوم يعني حقوا الله يرحم الوالدين. هذه المساله اللي اخر في 30 ثانيه نطلبوا من المخرج يعطينا فخر الدين مجموعه الاخرى، ريال مدريد سالزبورغ الهلال باتشوكا، شكون اللي بالك في المجموعه؟ ريال مدريد الهلال، ريال مدريد الهلال، الهلال بطبيعه الحال غيكونوا تعزيزات. يوسف اش بالك شكشتي فيا اش بالك؟ لا انا ما نسينا ما قلناش العين. لا العين بوحد والله يبعد عنا العين. هادشي اللي كنتمناه، وكنتمنى واحد موفق لممثل كره القدم الوطنيه فريق الوداد الرياضي المغربي اللي غادي يلعب هاد البطوله، ايضا حد موفق الفريق الرجاء الرياضي في المباراه المقبله امام فريق ماميلودي سان داونز، وحد موفق الفريق الجيش الملكي اللي غادي يلعب حتى هو مقابله مع الثمانيه ان شاء الله امام فريق ماميلودي سان داونز الجنوب افريقي ملعب العبدي بالجديده. اذا المستمعين بدا كنوصل الختام ديال هاد الحصه، نتلاقاو غدا ان شاء الله في حلقه جديده، الى اللقاء.